الاستقلاء عصام عبد القادر والي رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للانفاق. احسن سيادتك، في اطار توجه الدوله لتحول وسائل النقل الجماعي للوسائل الاخضر والمستدام، بننفذ حاليا مجموعه من شبكه الخطوط والوسائل الجر الكهربائي المختلفه. اولها شبكه المترو، هي مكونه من 5 خطوط، فبالاضافه الى الخط الاولاني المرج حلوان والخط الثاني شبرا الخيمه المنيب، اللي جاري تحديثهم حاليا يا فندم، جاري تنفيذ الخط الثالث، تم الانتهاء من 24 كيلو و19 محطه من الخط الثالث، وجاري اعمال القطاع الاخير من الخط ومكون من 15 محطه و17.8 من 10 كيلو، تم الانتهاء من حوالي 80% من الحفر النفقي لهذه المرحله، من اللي بتبتدي من العتبه وصولا الى الكتكات شمالا الى رود الفرج وجنوبا الى جامعه القاهره. وباذن الله يا فندم المرحله الاولى من هذه القطاع هيتم الافتتاح ان شاء الله في العام 22 باذن الله. الخط اللي بعد كده يا فندم الخط الرابع، خط الهرم، وده بيبتدي من مدينه 6 اكتوبر الى مدينه الرحاب القاهره الجديده، وده المرحله الاولى الاولانيه اللي احنا شغالين فيها، بطول 19 كيلو 17 محطه، والاول مره يا فندم بتقوم 5 شركات وطنيه مصريه بتنفيذ هذا القطاع. بعد اذن سيادتك، احنا وعدنا سيادتك ببرنامج زمني مخصوص لمحطه المتحف المصري الكبير، وباذن الله هيتم الانتهاء من كافه الاعمال السطحيه لهذه المحطه قبل افتتاح المتحف ان شاء الله يا فندم. الخط السادس يا فندم، احنا حاليا في مفاوضات ومباحثات مع شركات عالميه كبرى في المجال ده لتنفيذه، والخط السادس ده بيبتدي من الخصوص وحتى المعادي الجديده. الوسائل الاخرى يا فندم لربط التجمعات شرق القاهره مع العاصمه الاداريه ومدينه العاشر، بننفذ حاليا قطار الكهربائي الخفيف بيبتدي من عدي منصور، سيادتك شرفتنا بوضع حجر الاساس ليها العام الماضي. ده طوله يا فندم 103 كيلو. منها في نهايه العام الحالي لبدء التشغيل التجريبي، وبتتم من عدلي منصور وحتى العاصمه الاداريه بطول 70 كيلو. بعد اذن سيادتك، احنا سيادتك في بث حي من محطه بدر، دي المحطه اللي بيبتدي يتفرع منها القطار الكهربائي شمالا الى مدينه العاشر من رمضان وجنوبا الى العاصمه الاداريه، ودي مباني ورشه العمره الجسيمه، واحنا بالفعل يا فندم ابتدينا اجراء اختبارات السكه على المسار. الوسيله الثانيه يا فندم اللي احنا بنتكلم عليها المونوريل، خط المونوريل، وده من اطول الخطوط المونوريل في العالم، اجمالي اطواله حوالي 97 كيلو. الجزء الاولاني مونوريل شرق النيل، وده بيبتدي من محطه الاستاد وصولا الى العاصمه الاداريه الجديده عشان يتكامل مع قطار الكهربائي في محطه مدينه الفنون. الخط الثاني يا فندم بيبتدي من مدينة 6 أكتوبر عشان يتكامل مع الخط الثالث في محطة وادي النيل. أستاذ سيادتك، دي نموذج لمحطة المونوريل اللي احنا حاليا بننفذها. مساحة المحطة حوالي 4200 متر مربع، مكونة من مستويين، المستوى الأولاني هي المعدات الفنية والتذاكر، المستوى العلوي اللي هو مستوى الرصيف. المحطة دي فيها يا فندم 10 سلالم ثابته وسته متحركه للانتقال من مستوى لمستوى، مزوده بسلالم خارجيه بتستخدم اما عبور مشاه لعبور الطريق او بتستخدم الى الوصول الى المحطه. انا استاذ سيادتك في بث حي من مدينه الفنون في العاصمه الاداريه الجديده. بعد كده سيادتك، في اطار اهتمام الدوله بتنفيذ شبكة من القطارات السريعة أو فائقة السرعة، تم وضع وجاري تنفيذ فعلا شبكة من الخطوط يصل إجماليها إلى حوالي 2000 كيلو متر طولي لربط مواني البحر الأحمر بمواني البحر المتوسط، علاوة مرورا بكافة المدن الجديدة سواء في الدلتا أو في الصعيد. الخطوط دي مكونة يا فندم من الخط الأولاني بيبتدي من العين السخنة إلى العاصمة الإدارية الى الاسكندريه العالمين مطروح بطول 660 كيلو، واحنا فعلا تم توقيع العقد وجاري التنفيذ على الارض.
الخط الثاني يا فندم خط اكتوبر اسوان، وده طوله 925 كيلو. الخط الثالث هو الاقصر قنا سفاجه الغردقه، وان شاء الله يا فندم احنا في مرحله المفاوضات وجاري اجراءات توقيع العقد. في اطار التكامل الاقتصادي يا فندم اللي سيادتك امرت بيه، احنا على غرار محطه التبادليه المركزيه في عدلي منصور اللي سيادتك شرفتنا بوضع حجر الاساس ليها العام الماضي، احنا بننفذ حاليا محطه تبادليه مركزيه في العاصمه الاداريه مكونه من مبنى لمحطه ال ار تي القطار الكهربائي الخفيف، علاوه على مبنى اداري فندقي ومبنى اداري ومتصل بمحطه المونوريل. احنا حاليا يا فندم في مرحله تنفيذ محطه القطار الكهربائي ال ار تي، بالاضافه الى موقف اتوبيس العاصمه عشان يبقى محطه متكامله لكل وسائل النقل الحديثه يا فندم. اي اوامر يا فندم.